بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. بالنسبة للقاء التواصلي ديال اليوم، بكل صراحة كان ناجح 100%، وهذا كيرجع للصبر الودود بالنسبة لكل الزملاء الصحفيين والصحفيات اللي هما واكبوا معنا هذا اللقاء اللي أثار فيه لا سيد الحراق كل من خصوصيات المداونة و مدونة النشر والصحافة، بالإضافة إلى الإخوان المستضيفين الذين كانوا معنا هناك، كذلك من بينهم أخونا وزميلنا المندوب الجهوي للصحافة والإعلام السيد الشعبي إبراهيم. هو الآخر كان توجهاته جيدة وأصب كذلك على كل مخلفات وعلى كل الحيتيات التي تدور في إطار هذه الملائمة. نحن دائما مع القانون، ولكن ليس بالقانون المجحف الذي جاء به. هذا هو دورنا ودور ما هي التوصيات التي خرج بها؟ طبعا هناك مجموعة من التوصيات حول يعني آفاق المدونة بعد طبعا هناك توصيات عديدة خرجت بها المندوبية ولا التنسيقية على المستوى الوطني، وهناك تواصل دائم سواء مع الجهة المعنية بالأمر. أكتفي بهذا القدر وأقول لكم شكراً.